السلام عليكم عشاق هواتف شاومي وريدمي نوت. ريدمي نوت 12 تيربو يحصد لقب الهاتف الأكثر مبيعا خلال الشهر فقط في العالم. كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو. دعمكم أصدقائي. أعلنت شركة ريدمي العملاقة التجارية الفرعية لشركة شاومي مؤخرا عن هاتف شاومي ريدمي نوت 12 تيربو الذي طال انتظاره في الصين. الجهاز هو أقوى عضو في سلسلة ريدمي نوت 12 ويتم تشغيله بواسطة معالج الكواركوم سناب دراجون 7 بلس جين 2. ونظرا لمدى جودة الجهاز تصدر هاتف ريدمي نوت 12 تيربو مخططات المبيعات في شهره الأول وأصبح الجهاز الأكثر مبيعا. هاتف ريدمي نوت 12 تيربو يصبح الجهاز الأكثر مبيعا في شهر واحد. جذب شاومي ريدمي نوت 12 تيربو الذي تم طرحه الشهر الماضي الانتباه بمواصفاته وسعره المناسب. وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها من ريدمي على ويبو اليوم، تمكن شاومي ريدمي نوت 12 تيربو من الوصول إلى سجلات ما قبل البيع ليصبح الجهاز الأكثر مبيعا في فترة شهر واحد. السبب وراء هذا النجاح بالطبع هو المواصفات الفائقة للجهاز والسعر المعقول. يقدم شاومي ريدمي نوت 12 تيربو أداء فائقا بميزانية محدودة مع معالج كوالكوم سناب دراجون 7 بلس جين 2 بدقة تصنيع 4 نانومتر من TSMC. يتميز أيضا بشاشة أوليد مستوية بحجم 6 إلى 6 إنش بدقة 1080x2400 بيكسل ويدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ويأتي مزودا بمستشعر ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة. يحتوي الجهاز على بطارية بقوة 5000 ميلي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 واط، وهو يعمل الجهاز بنظام اندرويد 13 مستند إلى واجهات MIUI 14. للتصوير يتميز بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة تتألف من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل مزودة بميزة تثبيت البصر OIS وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل. يأتي معالج سناب دراجون 7 بلس الجيل الثاني مقصرنا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 وتخزين UFS 3.1. يتوفر الهاتف بثلاثة خيارات للألوان وهي السيا ستار والكاربون بلاك والآيس فيدر. ومن المتوقع أن يظهر ريدمي نوت 12 تيربو لأول مرة باسم البوكو F5 في الأسواق العالمية. يمكنك التحقق من سعر ومواصفات شاومي ريدمي نوت 12 تيربو عبر قناتي على اليوتيوب. سوف تجدون الفيديو السابق حول هذا الهاتف بكتابة كانتي سعد مرفوقة بريدمي نوت 12 تيربو. ما رأيك في ميزات ريدمي نوت 12 تيربو هذا؟ وهل يستحق الشراء بالفعل؟ شاركنا عبر التعليقات ولا تنسى دعم القناة. دمتم سالمين، مع السلامة.